44 دقيقة رجعنا لكم في الويكاند. صباحوا للناس اللي التحقت بينا في الاستماع. كما قلنا لكم مش نحكيه رياضة لكن مش مع صديقنا أشرف الستاري، جينا شوية آخر. لكن نحب نستقبل ضيوفي مالك بن حمودة، مدرب وباعث جمعية أشبال المستقبل الريفي لكرة القدم بغردايا. مرحبا مالك، صباح النور. صباح الفل وسامع صفا لباس. مرحبا بالمستمعين. يعيشك يا سيدي، يعيشك، بارك الله فيك. ما جيتش وحدك، جمعك حمزة الدريدي. مرحبا حمزة، صباح النور. لاباس لاباس. دونك اللاعب حمزه الدريدي ان شاء الله يكون عنده مستقبل واعد في كره القدم. خلينا نحكيوا على جمعيه اشبال المستقبل الريفي لكره القدم بغردايه. مالك، كان نعطيو فكره العباد اللي يسمعوا فينا على سنه الانبعاث نتاعها، كيف جاء تاسيسها والاهداف نتاعها. شكرا اخويا اسامه قبل كل شيء على الدعوه هذه، وبعطيك الصحه. مرحبا بك يا سيدي، ونسلموا على ناس غرديه الكل يسمعوا فينا. بارك الله فيك. بالنسبه لجمعيه اشبال المستقبل الريفي لكره القدم بغرديه، هي فكره انبعثت معناها من اهالي المنطقه. امنا اللي عندنا صغيرات ينجموا يوصلوا، لكن ما تعرف الوقت وصلنا تو الماده تغطى شويه الزواوله والولاد الريف والحوم الشعبيه ما عندهمش حظ كبير مش يلقاو في يمارسوا كره القدم والرياضه. رغم انه زاد غرديه تشتكي من نقص ملعب، ما عندناش حتى ابسط الامكانيات باش تمارس هوايتك، فماش خاطر لا نادي شباب لا ملعب. لكن حبينا نكونوا احنا الصوت نتاع الصغيرات. بعثنا الاكاديميه الجمعيه هذه، كنا ولمينا صغيرات الكل. فما حكايه تويكه ما شاء الله، معنا وصلت ل 70 صغير ما بين غرديه ديار بن سالم حلفة. معنا عملنا كتالوج كبير بين الصغيرات هذوما، وبعثنا الجمعيه هذه. وكان تويكه عندنا تو بريسك عام، وديجا جمعتين للتالي كنا احتفلنا بالذكرى الاولى لانبعاث الجمعيه هذه في 13 جانفي 2017. دونك الثوره بنار قبل، معناتها وكيفاش كانت معناتها كما كنت راها من الاول كما طول كبرت المسؤوليه وقت تشوف الصغيرات وقت تشوف من الاول؟ بصراحه من الاول كانت مجرد فكره وهوايه هكا باش تلم الصغار لانه الفكره اهم حاجه. معناها الميساج اللي حبيت نوصله كونه حبيت الصغيرات هذوما ما ينحرفوش، ما يمشيوش البلايص اخرى والحاجات اخرى. الوقت اللي مش يضيعوه، معناها مش يتعلموا، ينجم يتعلموا دخان، يتعلموا حاجه فساد اي حكايه، يكون مضيعينه في الانترنمون ويترناو في جمعيه وامور غرب. من الاول هكا فكره تو كبيره، ولات فكره كبيره ومشروع كبير، والمسؤوليه كبرت برشا. كبرت مسؤوليه، ولات مسؤوليه كبيره شفتوا معناتها مع العائلات اللي نسلموا عليهم برشا راهم يسمعوا فينا تو في غردايه. دونك برشا عائلات يقولوا معناتها الصغيرات هذوكم معناتها اولاد مالك، خوات مالك، معناتها اولادك. ديجا ديما يسالوا في نفس السؤال، قداش مش تعرس؟ قول لهم ديجا معرس معرس، خاطر ولات علاقه حب كبيره برشا تجمعني بهم، وهم كيف معناها شعور متبادل. وشوف لهم فك المستقبل اللي يقولوا لهم لاعبيه كبار. بصراحه لهنا نحب نشكر لو جران كليب، كيما نجم الساحلي، كيما الترجي الرياضي التونسي، كيما النادي الافريقي، النادي الصفاقسي، اللي هم سهلوا لي الماموريه. سهلوا لي خاطر ماك تعرف تبدا وحدك ومازلت في الدبي ومازلت في بدايه الطريق نتاعك. لازم امكانيات، لازم امكانيات، وقبل الامكانيات لازم تكون علاقات، واهم حاجه العلاقات. وكي تمشي للسوسه، تمشي نجم الساحلي، تلقى ترحاب كبير وعباد تعاون وعباد كذا. تمشي للترجي وهو كذلك، تمشي للكلوب وهو كذلك، صفاقس كيف الحمد لله قاعدين نقدموا بشويه. برسك منذ تاسيس عملنا معنا 40 ماتش، تعادلنا في ماتش وحيد. تعادلنا في ماتش وحيد، هذه معناتها ما يعملوهاش الفرق الكبيره هذه. 39 ماتش ربح، 39 ربح، تبارك الله عليهم. صغيرات عندنا وليد في الكلوب افريكا، وليد في الملعب التونسي، وليد في جمعيه الفحص. كيف نادي صفاقس تبعنا في زوز صغار طولي، احسن لاعب في الاكاديميه بريسك مهدي الجربي. وقاعدين نقدموا بشويه. تعرفنا في تونس، تو تمشي لتونس العاصمه في اي بلاصه الناس كل تعرفنا. نشكر الناس كيف اللي دعمتنا وامنت بالمشروع هذا. فما ناس امنوا بالمشروع ما مش من غير دايره، كيما مختارت ليلي اهم انسان اللي هو معناه امن بالمشروع، وكان معناه ليكونمون كله التونيات والماتريال، ومعناه كان هو سي محسن الراجحي اللي نشكرهم بالمناسبه هذه، وتحيه كبيره ليهم، كانوا هم اللي امنونا الحاجات. معناتها عديد الاسماء الرياضيه اللي معروفه رياضيا في تونس عاونت المشروع هذا اللي هو عنده اهداف انسانيه. اهداف انه معناتها الصغيرات هذوما يلقاو فين يمارسوا الهوايه نتاعهم اللي هي كره القدم. فما دوره
صارت ما بينكم انتوما والنجم الرياضي بالفحص والترجي والافريقي؟ احكي لنا عليها كيفاش تعديت الدوره. هي قبل كل شيء مش دوره، هي دوره معناها في وسط ليفينمون، احنا عملنا حفل الذكرى الاولى لانبعاث الجمعيه نتاعنا. الحفل هذا حضرت فيه عده وجوه رياضيه فنيه كما الممثل رمزي سليم، الفنان السابق محمد امين الحمزاوي، حضر مدرب الملعب التونسي اللي مشكور محمد المكشر، مدرب النادي الافريقي خالد السويسي، حضر كيف كيف مختار تليلي، عبد الكريم بوشوشه، محسن الراشحي، امين التيفي، الماتر جهاد بن عمر، معنا رئيس بلديه بن خيار معتمد كيف كيف بن خيار، حضروا الوجوه هذه. كنا كرمنا عده وجوه رياضيه اللي دعمتنا على مدى عام كامل. كيف كيف بعد في الايفنمون هذا دخل الدوره كرة قدم اللي شاركت فيها الفحص، النادي الافريقي، الترجي التونسي، وجمعية اشبال المستقبل بغردية، وكنا فزنا بالدورة، كنا احنا ابطال الدورة هذه. يعطيكم الصحة يا سيدي. دونك خلينا نحكي شوية مع حمزة. حمزة شنو هو البوست نتاعك في التيرا؟ مهاجم. نعم. شكون المهاجمين التوانسة اللي مغروم بها؟ كيف ما طه ياسين الخنيسي. طه ياسين الخنيسي. تحب تولي كيفه طه ياسين الخنيسي؟ ماركي أكثر منه؟ دونك احكي لي شويه على حمزه. حمزه احكي لي مالك على حمزه. وليد نشط ما شاء الله عليه، رغم الظروف العائليه لكن انه معناها قاعد يتحدى، يحب مغروم بالكوره ومام طو مغروم بقرايته. واحنا في الجمعيه نتاعنا ماناش كما قلت، هي انسانيه قبل ما عملناش ما خليناش حد الكره حد الرياضه تتجاوز اكثر من مسابقه، تتجاوز عاملين مسابقه القران الكريم اللي هو كان ختم القران الكريم تبارك الله يعطي الصحه، كيف كيف عاملين مسابقه المعدل ديما اللي عنده تبعهم حتى في قرايتهم، ديجا باتصال مع المديرين الكل نتاع المدارس، وفما يتلهى بالرياضه ويتلهى بقرايته، فما منافسه. طب تجي تقول الصغير اذا تطيح في المعدل راك ما عادش تجي. الصغير خاطر هو تغرم صحيح، واللي يحس واللي يقرا واللي يزيد يعطي. الحمد لله قاعدين ماشيين في التوجه، معناتها حتى في التنافس ما بيناتهم، حتى في القرايه وتنافس زاد في الرياضه، وهذه لمصلحتهم. حمزه عنده خوه توأم. خوه توأم خليل، وقاعدين بريسك ممتازين ديما في نيفو، ما يتيحوش ديما في نيفو عالي، اي ما يتيحوش. وفي الكره كيف كيف، معناها من اهم العناصر في الجمعيه نتاعي زاد. واضح. وقدامه تكريما عند الترجي في الحفل، قرا القران قدام الناس قدام الملاء، وكرمته ترجي التونسي اللي مشكوره، كرموه بما انه ختم القران الكريم في الجمعيه نتاعه. تحيه للهيئات الاداريه والمسيرين الرياضيين في تونس اللي يحبوا يعاونوا معناتها جمعيات الناشئة هذه بالنسبة للأشبال كما جمعية أشبال المستقبل الريفي لكرة القدم بغردية. مالك خلينا نختم معك، كيف تشوف مستقبل الجمعية؟ والله المستقبل أنا ديما ناشد السلطات خاصة في الولاية وفي غيرها، مستقبلنا واعد، مستقبل ممتاز، لأنه صغيرات هذوما الكورة راهي للزوالة في الأخير. الكرة تخلقت الفقراء، موجود اللي طلعوا، التكنيك موجود، الصغيرات يحبوا يبرزوا، يحبوا يوريوا امكانياتهم. جوست توا لازموا امكانيات ونكادروا مو. صحيح، لازم نكادروا مو، لازم امكانيات، ولازم السلطة المعنيه اللي في تمهد لك الارضيه باش انت تكمل مع الصغار هذوما، خاطر راهو ماشيه وتسعى بالحكايه، لانه اذا قد ما تزيد تطلع لازم ليفيستير يبداوا باهين، ولازم اصلا ما عندكش تيران في غردية. اللي حد لنا نترناو ونكريو في تيران، راهو تكريو في تيران في معموره. ما عندكش تيران في غردية، فماش تيران باش تمارس باش الصغيرات معناها يلقاو الوقت ويلقاو ما عندكش. ان شاء الله السلطات اللي يسمعوا فينا والمسؤولين انهم يتلفتوا شويه للمناطق هذيا، علاش ليه ما يكونش فيها تيران للصغيرات هذوما اللي هما مواهب كبيره برشا، ومعناتها ونسطروا لهم مستقبل يكون زير جوست شويه لهوه، ونجبدوهم من التطرف ومن الفساد ومن كذا، تكون نخلقوا جيل معناها مثقف ورياضي وممتاز معناها. ان شاء الله بالتوفيق يا سيدي. يعيشك يا سيدي. حاب نقدم تحيه للعباد اللي وقفت معايا واللي هما لتوا مسنديني، حب تحيه للسيد رئيس الجمعية السي فايز بن وحيدة، السيد الأخت منى سديري، عادل بالغيث، السي محسن الراشحي، أمين التيفي، جهاد بن عمر، السيد عامر البحري، السي نوري الرواتبي، مختار تليلي، محمد المكشر، خالد السويسي، والأخت هالة بن حمودة، ضحى بن حمودة، صالح بن محمود، اسكندر بالحاج قاسمي، نترناو عنده ونكريو من عنده في تيران مشكور، خوينا طه زاد كيف كيف،
وتحية لكافة لاعبي أشبال المستقبل. يعيشك يا سيدي وإن شاء الله من قريب واللي بين. يعيشك يا سيدي. مشكور راديو ميد على الاستضافة. يعيشك يا سيدي. بارك الله فيكم. يعيشك إذا وجبني يا سيدي. وإحنا بطبيعة معناتها بحذاكم تنجم تجيو في أي وقت. وبطبيعة إحنا ندعموكم ندعموا الجمعيات هذوما سيرتو اللي لاهين بالصغيرات هذوما. شكرا لك. نقدم تحية آخر. تفضل. كان طولت عليكم. تفضل. نحب باسمي وباسم كافة مواطنين منطقة غردية نباركوا ولدنا ولد منطقة غردية يحيى بالغيث اللي رسميا انتقل للنادي الافريقي وان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله بالتوفيق. ان شاء الله يعمل مسيره باهيه رياضيه. شكرا لك. بارك الله فيك. مالك بن حموده مدرب وباعة جمعيه اشبال المستقبل الريفي لكره القدم.